ففي يوليو الماضي قام الكنيسة الإسرائيلية بالمسابقة على ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، يتضمن فيما يتضمنه من تكريس للقدس كاملة كعاصمة مدعاة الإسرائيل، في تناقض فج وواضح وتحد لكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة، إضافة إلى إعطاء اليهود حصرا حق تقرير مصيرهم، وكأن الآخرين من مسلمين ومسيحيين غير موجودين أصلا على هذه الأرض. كما تضمن القانون البائس هذا تشريعا واضحا للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، فالفلسطيني عبر 70 عاما هو لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره. وأنا أقول لكم مقابل كل مأتم فلسطيني 10 أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني 10 ربع، ومقابل كل طلقة رصاص 1000 صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة. هذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار، وسيظل الفلسطيني صخرته العنيدة. هذه هي المعادلة الجارية، وعليكم التعامل وفق مقتضياتها. شكرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.